في هذا المشروع ونتمنى من الله التوفيق. بقدم لكم مقطوعة اسمها ساكورا. ساكورا دي عندما زرت اليابان بدعوة كانت الطائرة نازلة وطوكيو كلها مغطى بالورد، فسألت عن هذا السر، قالوا هذه شجرة ساكورا في هذا الموعد تنشر يعني ورودها على كل اليابان، فاستوحيت من هذه الشجرة هذه المقطوعة. أرجو أن تنال إعجابكم.